سلام يا قوم، بحلقة اليوم رح نحكي على أهم المسلسلات اللي رح تطلع برمضان 2021. أول مسلسل معنا بحلقة اليوم هو مسلسل موسى. هو مسلسل مصري من بطولة محمد رمضان وأسماء جلال، من إخراج المخرج محمد سلام. تصنيف هذا المسلسل راح يكون درامي، مدة الحلقة بين 40 إلى 50 دقيقة. بتدور أحداث هذا المسلسل بالخمسينيات ونحن رايحين للستينيات بفترة الاحتلال البريطاني لمصر. قصة هذا المسلسل بتحكي عن رجل توفى والده بصغره وتحمل هو مسؤولية إخواته، فشخصية مصر حتى يحسن وضعه بيحمل حاله من الصعيد وبيروح على القاهرة، فبيبلش شغل بالتصدير والاستيراد من مصر لغزة أو من غزة لمصر، يعني العكس صحيح. اثناء عمله بالقاهره راح ينعجب ببنت فرنسيه، ومثل ما بيقولوا يعني بيطلع هيك انه انا راح تنقلب حياتي وقت انا اتعرف على هاي البنت الفرنسيه. قصه المسلسل راح تكمل من هاي النقطه في اطار تشويقي درامي مثل ما بيقولوا. مثل ما تعودنا من الممثل محمد رمضان، كل موسم رمضاني لازم يكون عنده مسلسل يعمل ضجه فيه وياخذ مشاهدات او نسب مشاهدات كتير عاليه. فمسلسله للموسم الرمضاني الجديد هو مسلسل موسى، راح نشوفه ونترقب. انا كقصة صراحه ما كتير جذبتني، بس مثل ما حكينا نسب المشاهدات عند محمد رمضان دائما تكون عاليه، والعالم كله بتحكي هو كانسان ممثل. انا صراحه يعني جد بحبه لانه هو بيشتغل بيتعب على حاله كتير، فيستحق انك انت تتفرج على مسلسل جديد. بكل الاحوال وقت تطلع مسلسل اكيد رح نعمل عن المسلسل مراجعه كامله. فيعني هذا هو مسلسل محمد رمضان الجديد، او هو مسلسل معنا لحلقه اليوم، مسلسل موسى. المسلسل الثاني اللي رح نحكي عنه بحلقه اليوم هو مسلسل 350 جرام. مسلسل 350 جرام من بطوله عابد فهد، سلوم حداد وكارين رز الله. المخرج بهذا المسلسل هو محمد لطفي. هذا المسلسل من اكثر المسلسلات انا مستنيه صراحه برمضان، لانه فكرته بحد ذاتها هي شيء جميل، هي شيء جديد. فقصة المسلسل بتحكي عن شخصية نوح، هو محامي شاطر من المحاميين يلي ما بتصعب عليه قضية، قد ما كانت صعبة بيحسن يتلاعب فيها ويحلها، فبتحسه انه محامي يعني لا هذا ايش وحيد كلمة غلط لما لازم اقولها. فيعني بشكل عام هو محامي جدا 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 ناجح. بيصير معه مثل ازمة صحية او وعكة صحية، وبسبب هاي الوعكة الصحية بتنقلب حياته رأسا على العقب. هلا شخصية نوح مثل ما حكينا هو انسان محامي ناجح، روح قلبه ياخذ قضايا صعبة جدا ويحلها. بنفس الوقت هو من الشخصيات او من انواع الناس يلي ما بيهتم بالعواطف والمشاعر، ما بيجي واحد قدامه بيحكي له كلمتين فبيزعل وبينكسر خاطره وبيرتخي هيك انه والله خلص هذا والله زعلت عليه انا مثلا فيلا بلاها القضية على سبيل المثال. لا، هو ما عنده مكان للعواطف والمشاعر، هو بس بده يكسب القضية اللي بيدخل فيها. ففعليا اللي بيصير بعد الازمة او الوعكة الصحية اللي بيقع فيها بيضطروا الاطباء انه يشيلوا قلبه ويزرعوا له قلب جديد. فالقلب الجديد يلي انزرع له هو عائد لإنسان كان جدا هيك عنده مشاعره كتير قوية، هيك بتحسه اللي بيرتخي دائما، بتحكي معه كلمتين هيك بيدبل بيدوب كذا. فشخصية نوح من زمان كان إنسان ما عنده مشاعر، فوقت حطوا له قلب جديد صار عنده مشاعر، صار إنه والله مثلا بيرتخي دائما، بتحكي معه كلمتين بصير ببكي على سبيل المثال. فهذا الجو رح نشوف شلون بقى القضايا رح يبطل يعرف يحلهم، لأنه هو بالأساس مثل ما حكينا ما عنده رحمة، ما عنده عواطف، ما عنده مشاعر، ما بيهمه أي حدا قدامه، بده بس يحل القضية. لكن بشخصيته الجديدة أو بقلبه الجديد مثل ما حكينا بيصير بقى هو إنسان يعني بيصير بيعطف على اللي قدامه، مشاعره بتلعب فيه أو بتتحكم فيه. وراح نشوف بقى يعني هاي القصة أو هاي الحبكة لهذا المسلسل. بالمناسبة هذا المسلسل راح ينعرض على قناة رؤيا وقناة أبو ظبي، وتم تصويره أساسا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. خلينا ننتقل على المسلسل الثالث معنا بحلقة اليوم، هو مسلسل كوفيد 25. المسلسل من بطولة يوسف شريف. المسلسل راح يقدم تناول تخيلي لفيروس كورونا بعام 2025. إنجي علاء هي كاتبة هذا المسلسل، طلعت وقالت إنه المسلسل راح يقدم قصة جدا جدا صعبة درامية، راح نتأثر كتير من خلال هذا المسلسل. حسب حكيها إنه الشخصيات في هذا المسلسل راح يكونوا جدا جدا ممتازين، وكل واحد راح يعيش مع حالة نفسية معينة. فبشكل عام دراميا هذا المسلسل حسب حكيها راح يكون جدا صعب، إنه هذا المسلسل راح يقدم لنا قصة خيالية مستوحاة من الحاضر اللي نحن عم نعيشه حاليا. بشكل عام كوفيد 25 بعد 5 سنين من هلا او 4 سنين من هلا شلون رح يكون الوضع، هي تخيلت هذا الموضوع ومثل ما حكينا مستوحى من الحاضر اللي عم نعيشه هلا. رح نشوف قصة على حسب حكيها درامية بشكل كتير كبير، رح نعيش حالة نفسية مع كل الشخصيات. انا كتير مستني هذا المسلسل بسبب انه فكرته حلوة جديدة مثل ما بيقولوا على الدراما العربية.
حلقات المسلسل كمان قالت انه رح تكون دراما اكشن غموض تشويق رعب، فبشكل عام كتصنيف كشخصية كقصة انا كتير متحمس لهذا المسلسل، واكيد بس يطلع رح نعمل عنه مراجعة كاملة. المسلسل الرابع معنا بحلقة اليوم هو مسلسل حرب أهلية. في نوعية من المشاهدين بفضلوا انه يتفرجوا على مسلسل يكون فيه خلافات عائلية، فيه دراما حلوة، هذا المسلسل رح يكون جدا مناسب لكم. هذا مسلسل من بطولة الفنانة يسرا، فمثل ما عودتنا الفنانة يسرا بكل عمل هي بتقدمه في عنا شخصية غير الشخصية اللي قبل، فبهذا المسلسل رح تقدم لنا شخصية طبيبة التجميل أهملت تربية ابنها بنت عفوا وهي كانت صغيرة. فمثل ما حكيت هذا المسلسل رح يكون درامي، رح يكون خلافات عائلية، محبين هذا النوع من المسلسلات رح تنبسطوا، اتوقع انكم رح تنبسطوا كثير في هذا المسلسل. ومثل ما حكينا عنها الفنانه يسرا عم تقدم شخصيه سيده طبيبه تجميل بتترك بنتها وهي صغيره، فبنتها الصغيره وقت تركتها امها الزوج راح تجوز وحده جديده، فالبنت الصغيره حبت مرت ابوها اكثر مما تحب امها، وهذا الشيء رح نشوفه خلال احداث هذا المسلسل شلون الام رح تحاول انه تروح تصلح علاقتها مع بنتها وهالحكي هذا. بشكل عام المسلسل رح يكون درامي، رح يكون خلافات ومشاكل عائليه مثل ما حكيت المره الثالثه يمكن صار ما بعرف بالضبط، فهذا المسلسل رح يكون جدا جميل. بطولة هذا المسلسل مثل ما حكينا الفنانة يسرا، وعنا كمان باسل خياط، عنا جميلة عوض، وعنا أروى جودة، وكمان المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. فبشكل عام المسلسل كقصة بتحسه أنه درامي، خلافات عائلية جميلة جدا، من الممكن أنه أنتم تستمتعوا في هذا المسلسل وأنا كمان رح أتفرج عليه وإن شاء الله أنه نستمتع فيه. خلينا نروح لآخر مسلسل معنا بحلقة اليوم. آخر مسلسل معنا بحلقة اليوم هو مسلسل 2020. قصة هذا المسلسل بتحكي عن شخصية سما اللي عم تلعبها الممثلة نادين انجيم، فهي الفتاة اللي اسمها سما عم تعمل دور ضابط في الجيش، بتعمل جاهدة انه تشوف اي ادلة تحسن انه هي توقع رجل العصابات اللي عم يعمل كتير جرائم سرية وهيك بالمافيا وكذا، اللي هو صافي الديب اللي عم يلعبه اساسا الممثل قصي خولي. اكتر شيء محمس مميز بهذا المسلسل انه رح يشارك المغني رامي عياش. مسلسل 2020 كان من المفترض انه ينعرض بعام 2020 بالموسم الرمضاني 2020، بس بسبب الفيروس اتأجل ل 2021 يعني هالرمضان هاد بعد كم يوم. انا بتوقع انه المسلسل رح يكون جدا جميل. قصي خوري بشكل عام انا كثير بحب له قصي خوري، زائد انه نادين عم تعمل شخصيه جديده عن شخصيه اللي بتعملها دائما، وفي عندنا كمان رامي عياش، على اني انا ما بحب فكره انه مغنيين يجوا يمثلوا، بس بشكل عام في شيء محمس لهذا المسلسل، زائد انه التصنيف بشكل عام هو شيء حلو، درامي بوليسي رومانسي، بشكل عام من الممكن انه يطلع قصه جميله بهذا المسلسل، فخلينا نستنى ونشوف، واكيد بس يطلع رح نعمل عنه مراجعه كامله. فبس هذول كانوا اهم خمس مسلسلات بالنسبة لي بالموسم الرمضاني 2021. كل المسلسل حكيت عنه اليوم فيه شيء مميز، فيه فكرة معينة شددتني اني انا استنى. فبشكل عام في كتير 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 مسلسلات اساسا برمضان 2021، مثل ما حكيت هذول هن اهم خمس مسلسلات بالنسبه لي. هي كانت حلقه اليوم، اتمنى انه يندعم هذا الفيديو مثل ما دعم هذاك الفيديو. انا لحد الان ماني مصدق انه هذاك الفيديو شلون وصل لل 7000 واكثر حتى، يعني هلا انا تصوير هالحلقه موصل لل 7000 مشاهده شلون ما بعرف، فاتمنى صراحه انه هذا الفيديو كمان ينتشر مثل ما انتشر هذاك الفيديو. وبس يعني هي كانت حلقه اليوم، اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك على الموضوع راح يدعمني معنويا جدا كثيرا. هلا رح اطلع لكم فيديو هون وتحت كمان في عندنا فيديو هون، شوفوه كمان. نشوفكم بكرة، مو ايش دخل بكرة، لسه ما دخلنا رمضان، بكرة خميس، بعد بكرة أكيد، يوم الجمعة رح يكون في فيديو، بس هدول، سلام.